حبايبي شلونكم، شو اخباركم؟ ياكم مصطفى اخوكم من المانيا برلين. طبعا رجعت لكم بالحلقه الثانيه، وهي راح تكون عباره عن المكان، اغرب المكان الموجوده بالمانيا برلين اللي تلقوها اكثر شيء بالشوارع. طبعا واحد من المكان الموجوده يعني هو ما يعتبر ماكينه، بس يعني يقدر واحد يعتبره ماكينه، وهو هذا التليفون الموجود بالشارع، انترناشنال اسمه، يعني بكل العالم عباره عن ثريا. هنا انا فقط حط الفلوس ومكتوبه هنا قد اسعار الفلوس وشنو هذا رقم الموبايل حاليا الموجود، وبعدين تقدر من تدخل الفلوس تضغط رقم اللي تريده، وبعدها تقدر تتصل مثل ما تشوفون اتصال موجود، خط يشتغل، كل شيء ما بيه. هذا واحد من الاجهزه همات الموجوده بالشارع. عندكم جهاز ثاني وهو هذا الجهاز مال الجيجاير اللي يبيع جيجاير. هذا الجهاز موجود هم تقريبا كل الشوارع، مثل ما تشوفون بهاي الشغله اللي هي هنا تدخل الهويه مالتك، تسحبها سحب تدخلها حتى الجهاز يشوف انت بالغ او ما بالغ، لان هنا بالمانيا العمر 18 يلا يقدر يشتري جيجاير. وهنا تقدر بس تدخل الفلوس، تضغط اي شيء تريده، هنا موجود الام بالمال جلواز ما ادري شنو ماليبورا كلها موجوده، بس تضغطها اللي تريدها وتدخل الفلوس، وبعدها تقدر تطلع لك الجيجاره. عرفت شلون؟ الجهاز الثاني هو هذا الجهاز اللي تشتري من عنده التيكت مع القطار اللي هو هذا قبالكم الاحمر، مثل ما تشوفون المراهي اللي تشتري. هذا همات جهاز مهم هنا بالمانيا، تشترون من عنده التيكت مع القطار بدل ما تتعبون روحكم وترحون للشركة ولا ما ذلك، فتقدرون تشترون من هذا الماكينة، تقدرون تشترون من عندها التيكت مع القطار. طبعا حتى يكون همات تيكت دولي، ومو لازم يكون تيكت يعني من محافظة لمحافظة، يكون همات تيكت دولي. اذا سرويتكم ماكينة التليفون اللي هي موجودة بكل مكان، رأيتكم الماكينة مال الجيجاير اللي هي لازم هنا بالمانيا فوق ال 18 تقدر تشتري جيجارة. حتى بهاي الماكينة يقول لك لازم تدخل الهوية مالتك بالماكينة وبعدها تدخل الفلوس يطلع لك الجيجارة. ورأيتكم ماكينة الكارتة اللي تشتري بيها الكارت وتروح بيها لأي محافظة تريد. هسه راح أرويكم ماكينة كلش حلوة اللي هي ساني موجود أنا حاليا بمحطة محطة كبيرة هنا ببرلين، يسافرون منها الناس الدول الثانية أو المحافظات قريبة عن برلين، فيحتاجون هاي الماكينة اللي هي هسه راح أرويكم إياها، اللي هي هاي قبالكم الماكينة اسمها ماين أينكوف سبانهوف. يعني هنا تقدر إذا تريد تسافر المحافظة أو دولة، فتقدر هنا تخلي غراضك بهذا المخزن، يعني جنطتك أو إلى ما ذلك، مثل ما تشوفون هاي المسدودة. هنا تقدر تخلي الفلوس مالتك، مثلا هنا تخلي الفلوس اللي عندك، مثلا خلي نقول 1 يورو هنا مكتوب، فراح ندخل 1 يورو وبعدها نقدر نسدها، عبارة عن مثل قاصة. بعدين نقدر بعد ما نسدها، هاي يمكن خربانة، رجع اليورو، رجعت اليورو هذا مثل ما تشوفون أنا طلع لي. راح نجرب نشوف هاي الثانية، نخلي بيها هذا، وهنا يقول لك عندك 300 دقيقة تقدر تقدر تقفل بيها، بعدين من ترجع تدوس على الدقمة تطلع لك الفلوس وترجع فلوسك، وتقدر هنا مثل ما نقول تقفل غراضك، يعني شيء كلش حلو، تقفل الشغلة اللي عندك هنا إذا كان جنطة أو إلى ما ذلك، وبعدين تقدر تجي وترجعها. من تدوس على الدقمة راح يرجع لك همات فلوسك. هسه مثلا راح نجرب هاي هنا، نحط بيها اليورو فوق وبعدين نسدها،
نشوف هسه هيك نسدد بعدين ندوس على هذا. هسه يقول لك انا بليكس لحظه والله. طبعا هاي الماكينه كانت خربانه اللي انا خليت بيها الفلوس مالتي وبعدين ما طلعت لي الفلوس. المهم من تخلون الفلوس بعدين تفرون هذا المفتاح وراح تنقفل وبعدين تاخذ المفتاح وياك بعدين من ترجع تدوس على هاي الدقمه يرجع لك الفلوس من هنا. يعني مثل هذا مثلا هي هسه مقفوله بس انا هسه اللي حاولت بيها كانت خربانه للاسف. تمام حبايب يعني كلش حلو يقدر واحد هنا يخزن بيها ملابسه جنطه كبيره اي شيء مثلا مع السفر يسافر من هنا لهنا او كذا يقدر يحجزه بيها شيء يعني كلش حلو. اذا خليكم يانا ان شاء الله راح اكمل لكم الاجهزه الموجوده هنا بالشاورما مال المانيا. طبعا هذا الجهاز اللي راح اراكم اياه هسه اللاحق هو راح يكون جهاز موجود بالشارع وهذا الجهاز يكون للناس اللي عندهم بايسيكلات مثلا او مطارات ويكونون مستمرين بالشارع دا يسوقون البايسيكل وعلى ساعة ينفجر عندهم التاير الدولاب فيقدرون يجون لهاي الماكينة ويشترون دولاب سريع يكون سعره 8 يورو. هذا التشوب يعني داخل الدولاب ويبدله للبايسيكل او الدراجة الخاصة به بس حسب ما اعرف هو فقط للتشوب بس التشوب خاص بس التشوب. طبعا الماكينة هي هاي مثل ما تشوفون اسمها فاغاد شلويزة شلويخة يعني الشلاوخ يعني هو هذا اللي يكون داخل التاير اللي يكون داخل التاير ببرنس لوبيغ هذا برلين. طبعا هاي اسعار هنا أنا موجودة كلها من واحد يضغط فراح يقول لك دخل 8 يورو بتها 8 يورو من تدوسها من تدخل 8 يورو بعدين تقدر هنا تدوس الارقام. طبعا هنا موجود يقول لك حجم البايسيكل تريده تاير مالته 26 26 ونص 28 29 28 والى ما ذلك بس تضغط عليها يطلع لك تشوب هنا وتقدر تاخذه او حقه سعره 8 يورو وهذا موجود هو ببرنسوبيك برلين يم او داخل هذا المحل اللي هو اسمه فارادشتات اللي هو محل بايسكلات. ماكينة كلش كلش حلوة ومحترمة يعني واحد اذا يسوق بالطريق والبايسكل صارت بمشكلة فمثل ما قلت لكم يجي لهذا المكان ويقدر يشتري بسرعة دولاب جاهز ب 8 يورو ويخلي البايسكل مالته ويروح يستمر يعني بالايام اللي بيها عطلة والمحلات كلها مسكرة. يلا خليكم ويانا وراح اراويكم الجهاز اللاحق ان شاء الله. هاي عبارة عن نافورة بالشارع قلت خلي اصور لكم اياها. اصدقائي راح اصور لكم حاليا الجهاز الثاني. طبعا هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز موجود ببرنسلو علي المحطة مع القطارات وهذا الجهاز عبارة عن جهاز يعني بي كولا وبيبسي وهاي السوالف كلها موجودة بس الشيء الأهم من هذا كله انه هو بي جهاز. هذا الجهاز خاص بالنساء هذا الجهاز خاص بالنساء بس مو بالرجال وكلش مهم هنا بالمانيا
وموجود بألمانيا بس مو بكثرة، وإنما جدا قليل موجود من عنده. هو اسمه شفانجا شافت تيست، خاص بالنساء اللي هم يعني يسوون علاقات اجتماعية مع رجال أو لا ما ذلك، وما يردون أهلهم يعرفون بهذا السر إنه هم حامل أو لا، فيقدرون يجون لهاي المحطة هنا يلقون هذا الجهاز ويقدرون يسوون من عنده تيست مال شفانجا شافت، يعني إذا حامل أو لا، وراح يطلع وياهم، وهالشي يكون سري وما حد يعرفه وشي كلش حلو ومحترم أنا أشوفه. وهسه دا دور عليه، لمن أشوفه راح أصوركم إياه إن شاء الله، أخذكم إياه. طبعا الماكينة موجودة بمحطة اسمها لاندسبيغ علي برلين، هاي إياها الماكينة مهشمة مثل ما تشوفون، مكسورة مكسريها جماعة، فبعدين أصوركم إياه إن شاء الله بحلقة جاية. هي هذا مال التست موجود هنا، أنا هو الاختبار تأخذه من هاي الماكينة وتروح تسوي به الاختبار مالتك يعني للمرأة، بعدين تعرف إذا هي كانت حامل أو لا، وشي كلش حلو يعني وخصوصي وسري وما حد راح يعرفه. والمحطة مثل ما تشوفون هاي اللي اسمها لاندسبيغ علي، يم الجهاز هذا مال التصوير موجودة هاي ياها. تمام، يلا خليكم يانا إن شاء الله بالحلقة الجاية، أنا دا أصور لكم حلقات بالأجهزة الغريبة والمفيدة اللي موجودة بألمانيا برلين. تحياتي لكم، أخوكم مصطفى من ألمانيا from inside Germany. يلا مع السلامة.